السلام عليكم ورحمة الله. أخوتي المغاربة، نحن اليوم بالعاصمة العلمية مدينة فاس. يا ربي سيدي ربي اطلق الصراح ديالها وتفكها من الإجرام والمجرمين ومن الفساد والمفسدين لكي تعود إلى تاريخها المجيد. إذا الخوت اليوم علاش أنا هنا؟ أنا اليوم هنا على قبل واحد الأسرة التي أبكت ملايين المغاربة وغير المغاربة، واللي كان عندها ثلاث أماني من بعد ما صورناهم كانوا كيطالبوا بمنزل بواحد رقم حساب اللي يكون عامر باش ياكلوا ويشربوا. وبالراجل الشيباني قال لي في الفيديو مسكين الدراري مريض مريض، كنشوف هاد الدراري عيانين. كتشوف عندك دراري عيانين وانت تمرض؟ داكشي علاش حنا هنا، وان شاء الله ملي غنلبيو هاد الامنية لهاد الرجل غنمشي ونشوفو الامنية الثانية ديال جينا الدار وشمو شمو عوانا وعطيونا حقنا، عطيونا حقنا، راه حكينا عن المخزون، راه حكينا عن المخزون. يعني قال لك الدار كتقطر ليه وبغى دار جديدة، وعاد عاوتاني غنشوفو الامنية الثالثة ديال شحال كيقدكم في الشارع عندي تقريبا؟ إلا ذات 30,000 ريال الشهر بارك عليك. 30,000 ريال تقدكم؟ 30,000 تقدكم. إذا غنشوفوا اليوم إن شاء الله جميع هذا الشيء. نمشيو دابا عند السيد، ها هو هنا في هذا المحل، أجي تشوفوا شنو كيدير، ومن بعد إن شاء الله غنديماريو الإيموزان مرموشة. إذا حنا الآن قدام المحل باش نلبيو أمنية الرجل العجوز، زوج المرأة العجوز، أب خمسة معاقين، ثلاثة منهم ما زالوا أحياء وجوج ماتوا بالجوع للأسف. إذا يلا عمي، السلام عليكم. دابا عرفتي شنو جايب معايا؟ ما فهمتي والو، أنا راه دابا كنصور. فرحان بعدا شوية؟ فين مشينا في الصباح؟ طبيب. طبيب، إذا الطبيب دوز لينا عطانا العبار ديال النظاظر، دابا شنو غدير؟ شنو غدير دابا هنا؟ ندير النظارات. عجبك هذا الكادر؟ مزيان. واخا شوف غير الزاج يكون مزيان. لا الزاج قال لك انكاساب ياك دكتور؟ ها؟ انكاساب. قال لك الزاج انكاساب. خلي الوجه بابا، خلي الوجه يتحل. تاع صافي غتفركس عاوتاني وغتولي تشوف مزيان. وغتولي تغير عليك المدام. إذا الخوت حنا دابا في المحل باش يصاوبوا ليه الزاج، يصاوبوا ليه العبار اللي عطانا الطبيب، يصاوبوا اختار الكادر، وغيصاوبوا ليه النظارات اللي غيجيو ليه مع الشوف مع العينين ديالو. ودابا إن شاء الله غنتجهوا نحو إيموزان مرموشة باش تشوفوا الأمنية الثانية ديال هاد الناس والأمنية الثالثة فين وصلات، وتشوفوا وكذلك اتحاد وتكافل المغاربة شنو كيدير. ما تحقروش 100 درهم لواحد، اليوم غتعرفوا شنو كاين. يلا عمي. دابا عارفنا عمي حنا فين غاديين؟ فين غاديين؟ الدار ديالي جديدة. وإن شاء الله دابا غنمشيو للمرموشة غنوريو للناس الأمور فين وصلات ونفرحوا الناس. أييه. حيت الناس كلهم بغاو يعرفوا المفاجآت اللي كاينين، باقيين ما عارفينش. أييه. وأنت إن شاء الله نهار الإثنين غتاخذ النظارات ديالك باش تولي تشوف مزيان. إيوا حاجة. الله أحمد ربي وشكره. اللهم بارك فيك. الحمد لله أسيدي. الحمد لله. الحمد لله. All praises to Allah. All praises to Allah. الحمد لله. إذا الخوت الحمد لله وصلنا الإيموزان مرموشة. حطينا عمي موهوش في المنزل ديالو وجينا دابا باش نديو ليه واحد المفاجاه اللي هي مفاجاه رائعه. كما كتشوفوا هادو نيت علاش كنقلب، ها هما حنا غنوقفوا على قبلهم ان شاء الله. هادو نيت علاش كنقلب، كاين شي بلاصه مزيانه هنا حدو؟ كاينه. واه كاين شي واحد هنا كيبيع شي حاجه تكون تسمينه شويه وكبيره. كوري كوري كوري. نتوما ما عندكمش السردي واقيلا؟ لا ما عندناش السردي. ما عندناش. كاين هذا الاحمر غير الاحمر.
دغن دغن سميتو دغمي دغمي واه كيكون واقيلا بنين ولا بنين بلدي هذاك اخويا بلدي بلدي مزيان ايوا مزيان السيد انا نتقدم فين كاين فين جات هذا حنا قرابين دابا الكوري غادي نمشيو للكول يلا سير انت ديك 207 حداك كاين كوري يلا واخا سير حنا نمشيو احنا وصلنا عند مول كوري ياك هو هذا هيا سيدي خاصكم سيدي بغينا السردي السردي احسن من السرطه سيدي هذا احسن من السردي هذا احسن من السرطي باش وشنو كيفاش في الطبيعه فيها ديالو راه مزيان احسن من السرطي بلدي بلدي واه هذا شوف بسم الله توكلنا على الله ماشي لا عندك عندك بزاف عليك اخاي بزاف عليك تقعي في الحقيقه هزز محمد خويا هذا هزز هز لي هزي حاول عليك حاول عليك ها هو هز باش هذا فيك صاحبي حاول حاول مزيان زيدي شكرا على ما شفت يا ربي اذا الخوت الامانه راه هي هذه نتقداو ان شاء الله واحد المحسنه من هولندا بالعمال وواحد المحسن اخر هذه غتمشي لعمي الموهوش من طرف واحد المحسنه بالعمال ياك وهذا مفاجأة هذا غنمشيو لواحد الدار حتى هي فيها مفاجأة هذا اصلا بوحدو حلقة وكيستحق حلقة عندك اخويا وكما قلت لكم هذا ان شاء الله غيمشي لعمي موهوش غنفرحوا دوك الناس وهذا ان شاء الله الحلقه الجايه وغتشوفوا لمن غادي اقسم بالله الا غادي عند واحد السيده اغلبيه المغاربه كيعرفوا واغلبيه المتتبعين متبعينا واغلبيه الناس كيقولوا لي فين وصلت قضيتها ها هو غيمشي لها تاعي زيد بسم الله الله يسخط هاي نهز معك واحد عادي هز ما هز هذا حلقه اي هذا حلقه خاصه شنو نحلوا هاد القضية هادي ونكملوا هاد الحلقة عاد نرجعوا لهذا غادي يرجع للكوري نردو هذاك الكوري يلا غادي نردو الكوري هاي مال هادي حد اين سوا غار السكنات قيم ديجا سيتي تشن ميدا تا دارت مش قيمة غادي تشوف غير تا دارت وغار السكنة ديجا غار السكنة ضرب غادي يخفن كتبقى السكنة كيجرو عليها الناس كتبقى في الشارع ايوا عاوني شي حاجه الله يعطيك الرضا والضحيه عندك الضحيه لا مرعي ورغا سيدي ورغا ها ورغا اش قالت ما عندهاش والعيد العام اللي فات باش عيدتي لا قالت عيد عندي كتعيد عندك اش كتجيك انت يا اختي اختك مسكينه تمام واه ورغا سيدي اللي شحصل خليك شو الناس وكشي اذا دارت من داخل الشوف غير السكنه ورغا ستيكي عاونت في سبيل الله العام اللي فات ما عيدتش مسكينه لا كتعيد عندي نشريو لها شي عطروس اللي يعجبكم صافي اللي يعجبكم صافي نجيبو لها عطروس في العشيه صافي نجيب لك عطروس رغبيت المورس اولا مع الدريويش نيت فين هو مولاد الخير احنا فين هو انت انا بغينا شي عطروس يا راه زر لي واحد وتفاهم معايا علي زيد اللهم فيه ها طاق شحال هذا الله هادي ثمن زوين غنديو حتى حنا لواحد السيده زيد الشعير عطينا انا عطينا كلشي بالغلا وفين هي الطانقه ديالو والسرحه فين هي الطانقه الطانقه ما عندناش ما زال صغيره اصلا الحليب هادي دايزه في الذبيحه هادي دايزه في العيد كتطلع دابا ثنيه هادي ثنيه ثنيه هادي دايزه في العيد صافا عمي الله يسخر الله يسخر دعي معانا الله يسخر اجركم لله الله يقدر الله يعاونك اجركم شحال انت سارح هاد البهيمات قول من 35 وانا سارح دابا عندي 64 64 سنه 64 وهذا شحال ديال الوقت انت كتديفهم وتجيفهم هادو شحال ديال الوقت هو كيديهم من شهر من شهر 3 وكتبقى غادي زايد هذه هي اللي كتوكل بها الوليدات وتوكل بها راسك
هذه هي المعيشه ديالك؟ المعيشه ديالي هي هذه. كتبقى تجريو بها وكتبقاو تبيعوا ياك؟ او كيبيع في نهار كيشري نهار السوق الى جاب الله كيبيع. يشري ويبيع. يشري ويبيع. والله يجيب لك التيسير. الله يعاونك. دعي معنا. دعي معنا انت انت. الله يسهل عليك. نفتح عليك. الله يسر لك. الله يعاونكم. الحمد لله قضينا غراض، فرحنا ديك السيده بشي حاجه بسيطه، الله يتقبل من الجميع. الحمد لله الحمد لله All praises to Allah All praises to Allah الحمد لله. من هذه القنطرة بدأت الحكاية. عندكم شي وليدات اخرين معاقين؟ ماتوا. ماتوا جوج. باش ماتوا مساكن؟ ماتوا بالجوع. بغينا الدار وشموا شموعه وعطيونا حقنا. عطيونا حقنا راه حكينا عن المخزو. وما بغاش يعطينا. الحمد لله حنا وصلنا بسلامة. جينا عند لالا عيشة موهوش. ايه عيشة او الشيخ. يلا زيدي نشوفوا الوليدات. زيدي بسم الله. نشوفوا الوليدات. زيد. زيد عيشة لالا عيشة. بسم الله توكلنا على الله. ياك عقلتوا على هاد السيدة هادي؟ ايه. عقلتوا على هاد الزين هذا؟ عقلتوا عليها ولا ما عقلتوش عليها؟ هدية أم ثلاث المعاقين وجوج اللي ماتوا بالجوع. هي هادي. هي بغيت نعرف شحال في عمرك؟ شحال في العمر ديالك؟ شحال؟ السلام عليكم. شحال؟ يلا زيد سيدي. زيد. أهلا صديقي حسن. ناري لابس السربيط معلم. وحسن لابس السربيط. أنت كيداير؟ بخير. لاباس. هاني. الحمد لله. صحيحة. كلشي. كلشي بخير. كلشي. شكون لابس السربيط؟ إيوا. أهلا. أهلا. بخير. كتير. الله يبارك فيك. هانية. الحمد لله. الله يحفظك. لا مزيان؟ نعم لا لا رقية. كي دايرة؟ بخير؟ هانية؟ نعم. صحيحة؟ أيوا. كيبقى شي شوية؟ عندك جوج وليدات حسن ياك اخويا حسن؟ بنيه. جوج وليدات. ويلا نمشيو للدار الجديده نشوفوا حيت الناس كلشي بغاو يعرفوا فين وصلتوا. واخا. صافي؟ صافي. يلا نمشيو نتوكلوا على الله. راهو هذاك المنزل كما كتشوفوا مريب غيريب وغنعاودوا نبنيو لهم الدار ديالهم هنا فيها 70 متر. وهاد الدار هادي راه فيها مشكل. شنو هو المشكل ديال هاد الدار اخويا حسن؟ كتقطر. كتقطر كلها. كلها. كنجلسوا في الماء حتى يجيو الجيران. كتجلسوا في الماء حتى يجيو الجيران. إوا دابا الخوت ولله الحمد اليوم إن شاء الله غتمشيو تشوفوا البقعة كي ولات وغنسلموا هاد السويرتات لهاد الناس هادو إن شاء الله. المهمتي يلا مشيو. آمين. الحمد لله الحمد لله All praises to دابا يلا نلحقوا عليهم باش ان شاء الله تعالى نوريو لجميع المغاربه ولا غير المغاربه اللي وصلهم الفيديو من اقليم بولمان واللي بكاو الدموع نوريهم ان هاد الناس هادو بفضل الله سبحانه وتعالى والمحسنين والمحسنات والتضامن وتكافل الشعب المسلم قادرين اننا نصنعوا شي حاجه اللي كتبان لنا مستحيله غتولي بسيطه. يلا إذا خوتي المغاربة هذه هي البقعة اللي كنت قلت لكم في الفيديو عقلوا على هذه البقعة شنو كان مبني فيها.
ها هو الفيديو اليوم. شوفوا سبحان الله شنو تبنا فيها. بسم الله. الحمد لله إذا الخوت الحمد لله حنا في الدار جديدة ديال العائلة مهوش كاملة بالأفراد ديالها. اللهم لك الحمد ولك الشكر. هادو هما السويرتات ديال الدار، غنسلمهم لمن؟ الوالدة. ها هما السويرتات ديال الدار، ها هما الدار ديالك هاي. يا ربي كيما فرحتونا كيما غسلتونا كيما فرشتونا، الله يفرشكم بالله كيما لقيتونا حياتنا، الله يعطيكم الجنة. الجنة هي اللي زوينة. يا ربي يعطيكم الله. اخوتي كيما كتشوفوا عمين كنت ما عنديش، راني شفتو الدار ديالي كيف كاينه دابا الحمد لله، بالفضل ديال المحسنين والفضل ديال الامين كاملكها. دابا الله يكسر خير المحسنين اللي دار يدو في هذه القضيه وساعدني وعطانا يدو حتى وقفت على رجلي. الحمد لله الله يختي علينا والله يختي المحسنين علينا. دابا المفاجاه الثانيه الخوت هي الكونت بونكير. الكونت بونكير ولله الحمد حاليا انتي والوليدات والحاج ومرت السي حسن عندكم 128 الف درهم و181 12 مليون و160 الف ريال تينونات كاع ديالكم ديالكم نتوما. هادشي زياده على الدار، هاتي قمي و12 مليون و160 الف زياده على هذا. انا جيب لكم عاوتاني واحد البركه، صيفطت عليكم واحد المحسنه. انا جاي بركه حدو خرج لي هذيك البركه اللي صيفطتها واحد المحسنه من هولندا. زيد ما شاء الله. يلا زيد بسم الله. زيد 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 بسم الله. ها الحولي كما فرحت الله يفرحك بالصحة وراحة. عندكم الجنوية الله وحسن يفرحك يا خويا. هذه المرة هذه المرة اللي فرحت هذا الوليد ما عندناش الله يجيب لي الله يجيب ليها الله يفرحها. هذا العواشر يا ربي يا ربي فرحة كيما فرحتينا. يعني السي حسن الحمد لله. دابا واش عندكم الجنوية؟ لا كاينة. المزمر؟ كاين. التقدية ديال العيد تقديتي ولا مازال؟ مازال مازال قديت. ها العشور ها واحد العشور ديال واحد الجمعية. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13 14 15 16 19 20 ها العشور. الله يعطيك الخير. العشور باش تقداو للعيد. باش ان شاء الله تقداو بهذا الشيء داكشي اللي ناقصكم للعيد. البرقه الزبيب الديسير البطاطا خايزو تبرعوا مع راسكم وشريوا المناضه الا ما عندكمش لي غاز. عمي الحاج صافي راه ناضي، انت منتظر غيوصلوك ان شاء الله نهار الاثنين.
غدا نضاضر باش تولي تشوف مزيان باش تشوف الحوله وتشوف شنو غتاكل في العيد. ملي شفتوا الفيديو ديال هذه الاسره هذه اللي جوج ماتوا بالجوع وثلاثه مساكن من ذوي احتياجات خاصه بقوا احياء وجوج عجزة، يعني فيديو الذي ابكى ملايين المغاربه. كاع اللي وضع ايده بارطاج الفيديو ساهم دار الدعاء بقاو في هاد الناس جزاك الله خيرا، فضل الله وفضل المجهودات ديال جميع هاد الناس. الحمد لله هاد الناس هما في الدار جديده، ها هما معيدين ما شاء الله، ها هما عندهم واحد القوت يومي ما شاء الله. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في الرزق ديالهم وفي الحياه ديالكم وفي الصحه ديالكم. وهنا ان شاء الله كنقول لكم قبل ما نخرج من هاد الدار كنقول لكم غنمشي نهز داك الخروف الاخر وغنمشيو تشوفوا القصه الثانيه التي يسال عنها ملايين المغاربه ايضا. انت صافي ما تبكيش، هادشي كلشي خير ديال الله. تلاه راسك شي تلاه راسك الله يعاونك ونمشي. اما انا ديال الدور غادخل غدا ندير نهار قايم ان شاء الله وقلت لكم الامر. تلاه راسك وعيد مبارك سعيد ودعيو معانا كلشي منا مبروك عيدكم. مبروك عيدكم سي مريم. الله يحفظك لك الخير. الله كيما يعاون ربي ها يفتح. صافي عمي الحاج الله يعاون ان شاء الله فراسك الله يعاونك. دعي معانا دعي معانا دعي معانا. اذا الخوت اللي وصل الفيديو الخوت اللي وصل الفيديو كنتمنى يضغطوا على زر البارطاج حيت بزاف الناس كيسولوا على هاد الناس بغاو يعرفوا الحاله فين ديالهم فين وصلات. هذا هو الجديد. اذا الخوت الحمد لله خلينا الامور بسلامة. الحمد لله الحمد لله والشكر لله الامر تيسر ديال ديك الاسره. دابا ان شاء الله النداء ديالنا هو ان مثل هذه الاسره اللي زرنا هناك اسر كثيره كتستحق. يعني النداء ديالنا وان شاء الله كنتمنوا باذن الله في هذا العيد هذا نضحيوا واحد العدد كثير ديال الاسر اللي كيراسلونا يوم بعد يوم. وكما شفتوا قبيله فاش تقدينا دوك جوج اضاحي قلنا اضحيه غنديوها واضحيه غنخليوها للحلقه الجايه غتعرفوا الفيلم ديالها بوحدو. تعرضت لنا واحد السيده البركه اللي بقات عندنا بها شرينا لها بها عتروس وغنديوه لها دابا ونسلموه لها وغنختموا الفيديو. اذا الخوت نعاود هذيك الهضره اللي قلت لا خليها هي صح. يلاه نسلموا لها عتروس. هاك انا رزقك الله يرحم الوالدين. ها هو رزقك صافي العيد صافي يدير العيد الله يرحم الوالدين. صحه وراحه انت ولدك الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين الله يعطيك الله يعطيك. انا راه ما جايش معول عليها الله جاي معول على واحد ثلاثه الناس هنا في مرموشه. واه البركه اللي بقات خدينا لها بهذا العتروس الله يعطيك الله يديرها صحه ديالك ان شاء الله. صور هذه راه في الصفحه ديالك تلقى شي حاجه صافي ديرها يكون خير. اذا الخوت هناك اسر عديده يا ربي امين. اذا الخوت النداء ديالي الله يحفظك الله يتقبل من المحسنين. اذا الخوت باش ناكد لكم هذا العبد المذنب كما اقول واكرر ما كنصرف والو من جيبي تقبل الله من المحسنين والمحسنات ورسالتي صدقي شي حاجه ها هي في الصفحه ديالي يا ربي امين الله يحفظك. لاله رسالتي رسالتي انا اليوم هي شنو هو كاين عدد بزاف ديال الناس كيتراسلوا معنا في التليفون ارامل ناس عندهم معاقين ناس عندهم مرض حبوا انهم نفرحوهم بالاضاحي. نتمنوا ان شاء الله نوصلوا لهم كل شيء غيكون بفضل الله وبفضل المحسنين والمحسنات. وهذا هو اخر فلو في هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.